السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء سهيل. تقارير متنوعة تشاهدونها في هذه الحلقة، والتي نبدأها بأبرز العناوين. مأرب، مشروع ترفيهي كبير واحتياج أكبر. أبين، تدخل جراحي ينعش مستشفى أحور الريفي. باسكال الهمداني، ريشة فنية زاهية وطموح بالعالمية. حضرموت، إضراب يصيب العام الدراسي في مقتل. مأرب، مشروع لحماية الصحفيين بعد خريف الخذلان. بكم مشاهدين الكرام من جديد. فيما يشبه الحلم الذي طال انتظاره، مشروع المتنفس والحديقة الجديدة بمأرب التي بدأ العمل فيها قبل عامين لتفتتح مؤخرا كأكبر الحدائق والمتنزهات في المدينة. افتتاح الحديقة بكل مواصفاتها ومسطحاتها الخضراء وألعابها ومسرحها وملحقاتها كان أشبه بتظاهرة كبيرة للتنفس والبهجة والترفيه. وبرغم أهمية المشروع الذي جاء في ذروة الاحتياج للمتنفسات والحدائق والملاهي، إلا أن مأرب التي تكتظ بملايين النازحين تبدو أكثر احتياجاً إلى هكذا متنفسات ومشاريع ترفيهية. مشاهدي الكرام، للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير حفظ الله الحصماني. في المدن المجبولة على الضوضاء والضجيج والاكتظاظ، يغدو التنزه والتنفس بحق ساكنيها ضرورة ملحة في حال الوئام والسلم، فيما تبدو المتنفسات والمتنزهات في الحرب بالنسبة للمدن التي تأوي ملايين النازحين رئة وملاذا وأولوية قصوى. في مأرب قلة قليلة من المتنفسات، لحيث يضطر المواطن يذهب إلى الأرصفة خط الهيئة جولة جعلان إلى التحويلة، فأصبح لزاما وضروري جدا وجود متنفسات وحدائق عامة للمواطنين. مأرب واحدة من المدن اليمنية التي بدأت تكبر وتتوسع منذ سنوات، وتأوي بين جنباتها من مختلف مناطق البلاد نزوحا، لكنها وبرغم كل هذا ما زالت تفتقر للمتنزهات والحدائق، وتعظم حاجتها لهذا النوع من التنزه من عام لآخر. نظرا للازدحام السكاني في محافظة مأرب، ونظرا للأوضاع المعيشية في محافظة مأرب، ناشد الجهات المعنية بإيجاد متنزهات، لأن الآن بعض العوائل تضطر تخرج للشوارع علشان التنزه وشم هواء نقي. المتنزهات والحدائق بالنسبة للمدن مشاريع استراتيجية، ولمأرب على وجه الخصوص التي أصبحت ملاذاً للفارين من القهر والبطش، وبيئة استقرار كبيرة وحلقة وصل بين مدن البلاد ومحطة عبور نحو دول الجوار، لكنها ظلت بدون متنفسات ووجهات ترفيهية تتناسب مع هذه الحظوة والحضور، عدا بعض الفضاءات والجنبات المفتوحة التي لا تفي بالغرض. وعلى الرغم من افتتاح حديقة ترفيهية جديدة بسبعة أقسام تضم 50 لعبة ترفيهية، منها ألعاب إلكترونية وألعاب أخرى ومسطحات خضراء واستراحة للعوائل وفيها المسرح السبائي المفتوح، إلا أنها شهدت ازدحاما كبيرا في الإقبال عليها خلال الأيام الأولى من افتتاحها، وهو ما يجعل من الاستثمار في القطاع الخاص أمرا ملحا وضروريا. كانوا يعني مأرب في ازدحام وسكان كثير، ومفروض انها تقدمت على ما جت عليه، ونرجو تخفيض اسعار التذاكر والاشياء الذي فيها، لان في غلا يعني في الاسعار في ذا، وان شاء الله انه كل شيء ذا خير. الحديقه هذه اضافه نوعيه رائعه للمدينه، ومنتزه رائع للنازحين وللسكان كامل، بالذات في محافظة مأرب،
ونتمنى أن من الأعمال هذه أن يزيدوا أعمال كثيرة من هذه الأعمال، لها أعمال رائعة داخل المدينة هذه وتلفت صورة رائعة للمدينة، وإن شاء الله أنهم بيزيدوا أكثر طور مارب من أفضل الأفضل إن شاء الله. مدينة صغيرة يقطنها ملايين اليمنيين، يحتاج سكانها إلى واحات خضراء واسعة ومدن ملاه ترفيهية متكاملة، وهي دعوة للمستثمرين باستغلال هذه الفرصة وإقامة مثل هذه المشاريع المربحة والاستراتيجية والمرجوة سعادة ورفاهية. بعد أعوام من بقائه خارج اهتمامات السلطات الصحية، وعلى الرغم من أهميته كمنشأة صحية حكومية تعمل على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والمسافرين مجانا، المؤسسة الطبية الميدانية عملت على تأهيل عدد من الأقسام الطبية في مستشفى أحور الريفي، بالإضافة إلى افتتاح غرفة العمليات الجراحية بعد نجاحها في توفير الكوادر الطبية المختصة بعد عقود من الحرمان والانتظار. الخدمات الصحية في المستشفى الريفي في حال تحسنها لن تقتصر على أبناء مديرية أحور وحدهم، لكنها ستشمل المسافرين المارين بالطريق الدولي أيضاً، خصوصاً وأن المشفى ظل وجهة للكثير من ضحايا الحوادث المرورية. في غرفة العمليات الجراحية التي افتتحت للمرة الأولى في مستشفى أحور الريفي بمحافظة أبين، يتهيأ الأطباء الجراحون لإجراء أول عملية جراحية كبرى في المرفق الطبي الذي ظل العمل فيه مقتصراً على إجراء المعاينات الروتينية للمرضى لأكثر من 30 عاماً. اليوم تم افتتاح قسم العمليات في مستشفى أحور، وهذا مشروع جديد على المديرية. كذلك هناك عدة أقسام أخرى منها العناية المركزة وكذلك قسم الطوارئ، وهذه المشاريع كلها تأتي بدعم من المؤسسة الميدانية الطبية، ولديها فرصة في هذا المقام أن نتقدم عظيم الشكر والامتنان للأخوة في المؤسسة الميدانية الطبية على جهودهم المستمرة سواء في مدينة أحور أو في باقي مديريات المحافظة. تدشين العمل في غرفة العمليات الجراحية للمرة الأولى جاء بعد عملية تأهيل واسعة شهدها المشفى الريفي، تضمنت افتتاح عدد من الأقسام الطبية الجديدة، بالإضافة إلى توفير الكادر الطبي الذي سيمثل وجوده دعماً أساسياً للارتقاء بالخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون. أولاً كان يعني الوضع الصحي في مديرية أحور مزري للغاية، كان في سواء في المستشفى أو في الوحدات الصحية في المناطق الريفية. فهذا يعني كان يستقبل حوادث يعني كثيرة، وكان ما يقول لهم شيء إلا يسعفوهم إلى عدن وإلى أبين. فالآن الحمد لله توفرت هذه المؤسسة الطبية الميدانية، قدمت خدمات كثيرة يعني منها عملية الأنف الجراحية لأصحاب الحوادث والكثير من الأمراض ونسوي الولادة، كذلك يروحون إلى عدن وإلى أبين. كان هذا الوضع متدني ماشي، كان اهتمام بالمستشفى نهائيا، كان ماشي لا يقدم لك أسعافات أولية يعني دفع ضر وهكذا فقط. دعم المستشفى الريفي ومحاولة النهوض بمستوى الخدمات العلاجية فيه جاء ضمن أنشطة مشروع تعزيز الوصول للخدمات الصحية والتغذية التكاملية في المراكز الصحية التي تعمل على تنفيذها المؤسسة الطبية الميدانية ضمن جهودها في دعم القطاع الصحي بالمناطق الريفية في محافظة أبين. نتمنى الاستمرارية، نتمنى استمرارية الكادر الطبي في المديرية. الآن المؤسسة الطبية على سنة 7 شهور، بعد 7 شهور إحنا نسيب الاستمرارية يعني ما ندي 7 شهور لو قد في البديل موجود الكادر الطبي أو استمرارية عمل في المستشفى. افتتاح الأقسام الطبية الجديدة وتوفر الكوادر الطبية المختصة ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يعمل المستشفى على تقديمها، وسيتمكن المواطنون من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة دون الحاجة إلى الانتقال للمناطق الأخرى. نتمنى أن يكون هذا المشروع
له عائد على المواطنين وعلى النساء خاصة، وكذلك لأن المنطقة على خط دولي، لذلك نتمنى أن يخدم على الكثير من المواطنين ومن خارج المديرية. نكرر شكرنا وتقديرنا لكل الجهود ولكل من تدخل في هذا المشروع، وخصوصا المؤسسة المدنية وكذلك وزارة الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة. عملية التأهيل وإن جاءت متأخرة بدت كاعتراف بأهمية المستشفى الذي تكشف التقارير الطبية فيه عن استقبال عشرات الحالات المرضية بشكل يومي، نظرا لوقوعه على الطريق الدولي الذي يجعل منه محطة هامة لإسعاف المصابين بالحوادث المرورية، على الرغم من عدم توفر الخدمات العلاجية بالمستوى المطلوب. لبرنامج أضواء سهيل، عبير علي، محافظة أبين. على مدى عقود من الزمن ظل الصحفيون أكثر الفئات المجتمعية والمهنية دفعاً لفاتورة الحرب، دماً واختطافاً وتنكيلاً وتعسفاً وانتهاكاً. وعلى كل هذه السنوات التي مرت بفصولها وتفاصيلها الدامية، ظل الصحفيون في البلد بلا حماية أو سند قانوني يدفع عنهم كل هذا الانتهاك، ويقف إلى جانبهم بما أتيحت من وسائل وإطارات دفاعية قانونية. ومن هذا المنطلق أعلن في مأرب عن تأسيس مشروع حماية قانونية للصحفيين كأول مشروع من شأنه أن يساهم في حمايتهم وإسنادهم على أداء رسالتهم بعد سنوات من الترويع والانتهاك الطويلين. مشاهدي الكرام، فلنتابع سويا تقرير عبد الله طربوش. منظمة صدى أطلقت في مطلع هذا العام مشروعا لضمان الحماية القانونية للصحفيين عبر فريق من المحامين والاستشاريين القانونيين، عبر تطبيق خاص ومنصة للمساعدة والتعاون في حال تعرض الصحفي للتعسف والنهب والتشهير. مشروع ضمان الحماية القانونية للصحفيين يقدم خدمات رئيسية وخدمات ثانوية. الخدمات الرئيسية أربع خدمات، هي المساعدة الفورية والمشورة والمساعدة القانونية والمساعدة والمشورة للصحفيات، وأيضا توثيق ورصد الانتهاكات، توثيق قانوني بحيث تكون القضايا والقضايا الصحفيين والانتهاكات التي ترتكب ضدهم يعني بشكل قانوني ومؤهلة لأن تنقل إلى المحاكم للترافع فيها. المشروع الذي وإن جاء متأخرا فإنه معني كما تقول أدبيات إطلاقه بالرد على الدعاوى المرفوعة في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي للأفراد أو المؤسسات وتقديم المساعدات القانونية والفورية. الصحفي اليمني يتعرض لكثير من الانتهاكات، وللأسف الشديد ما زال هناك كثير من الصحفيين مختطفين في سجون في سجون الأطراف اليمنية، وأيضا هناك اختطافات ما تزال مستمرة، وحتى القتل ما يزال مستمر للصحفي اليمني. مشروع ضمان سينقل موضوع الحماية القانونية للصحفي من مجرد المناصرة بالبيانات والإدانات وغيرها إلى الترافع القانوني وإلى المرافقة في الأقسام ولدى أجهزة الأمن. خطوة مشروع الحماية القانونية للصحفيين لاقى ترحيبا في الوسط الصحفي والإعلامي، معتبرين أن هذه خطوة متقدمة في توقيت حساس حتى وإن بدت متأخرة كثيرة. مشروع الحماية إلى جانب كل ذلك يضم مشروعا رقميا للصحفيين، ويتيح تبادل التجارب والخبرات فيما يوفر مساحة مخصصة للصحفيات، بالإضافة إلى خدمات مخصصة للمؤسسات المهنية الدولية والمحلية للتمثيل والترافع عن الصحفيين أمام المحاكم والنيابات. تم اليوم تدشين مشروع الحماية القانونية للصحفيين ضمان، الذي يهدف إلى تمكين الصحفيين والصحفيات من الوصول إلى المساعدة الفورية المستمرة والشاملة والمستدامة. أيضاً هدف المشروع بناء الوعي القانوني لدى الصحفيين والصحفيات،
وتأمين وصولهم إلى الموارد القانونية التي أحياناً يجهل الصحفي الحصول عليها. أيضاً من ضمن أهداف المشروع أو الخدمات التي يقدمها بناء أو إنشاء منتدى للصحفيين والصحفيات، حيث يعمل هذا المنتدى على مشاركة الصحفيين فيما بينهم، التجارب الخاصة بهم، وأيضاً الاستفادة والمعرفة. مشروع الحماية يعد مشروعا مهما ونوعيا في بلد بات مسرحا للانتهاكات والنيل من الصحفيين، وخطوة مهمة نحو الحماية القانونية والمهنية، بما يشجع الصحفيون ويؤازرهم في أداء عملهم بكل مهنية وشجاعة. في حضرموت ما كاد ينتهي شهر من العام الدراسي حتى أعلن المعلمون في المدارس الحكومية إضراباً شاملاً عن التعليم وإغلاق المدارس بوجه الطلاب والعملية التعليمية. الإضراب الشامل جاء عقب مطالبات متكررة برفع وتحسين المرتبات، بما يتلائم مع الواقع المعيشي المتردي وانهيار العملة الوطنية. وبين احتجاجات المعلمين الذي وصل حد الإضراب والإغلاق الشاملين، وبين عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم المحقة، يدفع الطلاب فاتورة هذا التوقف والتعطل والإغلاق الذي لا يعرف إلى متى سيستمر. مشاهدي الكرام، للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير فهمي بارمدا. مشهد خروج الطلاب من مدارسهم في وقت لم يكن معهود الخروج فيه يوحي بأن أمرا أو مستجدا طارئا قد حدث بالفعل، وأحدث تغييرا في عملية المغادرة هذه إلى أجل غير مسمى. المغادرة التي جاءت عقب مرور ما يقارب من شهر على بدء العام الدراسي الجديد، غير أن قرار الإضراب العام والشامل اتخذ من قبل الكادر التربوي ولا مجال لإرجائه أو تأخيره كما يقولون. إضراب على ذمة المطالبة بالاستجابة لمطالبهم في تحسين مرتباتهم ووضعهم المعيشي، بما يتفق مع واقع التضخم والتدهور المستمر في القيمة الشرائية للريال، في مقابل الارتفاع المضطرد لأسعار السلع الأساسية والمتطلبات الحياتية. نحن طبعا اتخذنا الإجراءات القانونية، الإجراء القانوني أو الإضراب أول يومين، رفعنا الشارات الحمراء. الخطوة الثانية اتخذنا أن الإضراب الجزئي، تمام، والآن اليوم إن شاء الله الإضراب الكلي التام فيه. كون السبب الأول الراتب لا يكفي المدرسين لمدة أسبوع واحد، نحن استلمنا الراتب متأخرا في هذا الشهر وهو شهر يناير، فمدة 3 أيام، مدة يومين، فإذا بالراتب لم يأتي بشيء من الضروريات الحياة. فهذا السبب الأول الرئيسي، أن الراتب لا يكفي للمعيشة، لا يكفي لمعيشتنا. هذا السبب الأول. السبب الثاني من أسباب أن العملية التعليمية بهذا الوضع السيء، كون الراتب ضعيف، كون العملية التعليمية لا تسير بطريقة صحيحة، يعني مثلا الحصص مقلصة، فإذن طريقة التعليم طريقة غير صحيحة، فلا بد تقوم التعليم بطريقة صحيحة. الإضراب الشامل الذي شل العملية التعليمية برمتها، يقول التربويون أن مضطروا للجوء إليه بعد استنزفوا كافة الخيارات المتاحة، وبعد وعود بتحسين حالهم والنظر في أمرهم لم تجدوا طريقها للتنفيذ. إضراب معه أغلقت أبواب كافة المدارس وعطلت العملية التعليمية برمتها، الأمر الذي بدوره سينعكس سلبا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب، إضافة إلى مخاطر ضياع هؤلاء الطلاب وتخطفهم وإغوائهم بعيدا عن تحصيلهم ومحيطهم التربوي. الإضراب سيأثر علينا كطلاب كتحصيل دراسي. السنة اللي رسبوا الفصل الدراسي الأول ما بيعوضون السنة اللي بتجي الفصل الدراسي الثاني، وأعطى المدرسين حقوقهم وكي تجري عملية الدراسة من جديد. الإضراب والإغلاق الشامل التي تشهده مدارس وادي حضرموت، حتى وإن بدأ محقا ومطلبا مشروعا لهذه الفئة الأكثر جهدا والأقل أجرا، إلا أن تبعاته ومآلاته تبدو كارثية وخطيرة،
إذا لم يتدارك قريبا. فهمي برماده قناة سهيل وادي حضرموت. حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد. تفاعل صحفيون وناشطون يمنيون مع وسم الحوثي يجند الأطفال بعذر فلسطين لكشف جرائم ميليشيات الحوثي بحق أطفال اليمن بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة استخدام الأطفال كجنود في النزاعات المسلحة، والذي صادف 12 من فبراير من كل عام. وبهذا الصدد تفاعل الصحفي أحمد الصباحي بالقول: داخل مقبرة مكتظة بالموتى تواصل جماعة الحوثي إعداد أطفال المراكز الصيفية نفسياً للتجنيد والالتحاق بمعسكراتها والقتال في صفوفها. تزين للأطفال فكرة العنف وتوهمهم أن الموت في سبيل شعاراتها العنصرية هو الطريقة الوحيدة للحاق بأقربائهم الجاثمين إلى جوارهم. من جهتي قال الناشط محمد الوتري: يجند الحوثيين الأطفال تحت مبرر أنهم سيقاتلون من أجل تحرير فلسطين ورفع الحصار عن غزة، لكن ينتهي بهم الأمر بإرسالهم إلى الجبهات الأمامية في تعز ومأرب لمواجهة اليمنيين هناك. في الحقيقة غزة التي يقصدها الحوثيين هي محافظة مأرب الغنية بالموارد النفطية. أما الصحفي محمد أنعم فكتب: تجنيد الأطفال وصناعة الإرهاب عبر المراكز الصيفية مشروع حوثي يهدد السلام بالمنطقة والعالم. المحامي محمد المسوري تفاعل بالقول: أشقاؤنا في فلسطين، الحوثي استغل العدوان على غزة لاستدراج أطفال اليمن لمعسكراته بحجة الانتصار لغزة، وفي الحقيقة أنه حشدهم لمحاربة إخوانكم اليمنيين الرافضين للمشروع الفارسي في اليمن. الحوثي يستغل فلسطين لتسليم اليمن لإيران، فلا تصدق الحوثي الفارسي. من جهتي كتب نجيب غلاب: مع أحداث غزة انتشرت الحوثية في القرى وأحياء المدن لتجنيد الأطفال والنساء، والحديث عن غزو أمريكي بريطاني لليمن لإعاقة تحرير الأقصى، واتهام كل يمني ليس مع حروب الحوثي بأنه صهيوني، ومن يعيق تربية النشأ على القتال وحمل السلاح لمواجهة الأعداء فإنه خائن. من بين الفصول الدراسية والمقاعد المكتظة وبين واقع الحرب وبيئة التشرد والنزوح، إلا أن ثمة مواهب طلابية قاهرة لتلك العوامل بعزيمة تفوق كل الظروف القاهرة. طلاب وطالبات في مدارس مأرب تشق طريقها نحو الإبداع بانخراطها في رسومات وتعابير وأفكار فنية مدهشة برغم شحة الإمكانات وانعدام مقومات النهوض والإبداع. رسومات وأعمال ومحاولات فنية لم تجد لوحة أو مكاناً مخصصاً للعرض، لكنها اتخذت من جدران الفصول الدراسية جداريات لعرض جديد الابتكار والإبداع. مشاهدي الكرام، فلنتابع تقرير هادي الحربي. بعد سطوة وسيطرة الحرب وألقت بظلالها على القطاع التعليمي للبلاد وعودة عقارب الساعة إلى الخلف قرونا وتسرب ملايين الطلاب عن مدارسهم، بات الالتحاق بالتعليم والبحث عن بيئة تعليمية جيدة هو آخر الغايات والمقاصد نبلا وتمسكا. وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تبرز نماذج وقصص طلابية وإبداعية جديرة بالاهتمام، صنعت من واقع التحديات والصعوبات محفزات للإصرار على التعليم والبدء في الكشف والتعبير عن موهبتها وقدرتها الفنية المختلفة. أمين الأدبعي واحد من القصص الطلابية التي قررت النزوح ومغادرة بيئة الجهل والتجهيل في شمال غرب البلاد والنزوح إلى مأرب لمواصلة تعليمه شغفاً وحرصاً منه على استكمال مسيرته التعليمية وتنمية موهبته الفنية كموهوب يجود الرسم قبل أن تأتي الحرب وتصادر منه موهبته وأحلامه. بدأت الرسم من صغري من صف ثالث
وهذه الفكرة أجتني موهبة من الله سبحانه وتعالى وحاجة خيالية، كنت أي شيء أتخيله أرسمه. وأول ما بدأت أرسم بدأت في المدرسة حقي اللي بندرس فيها، وبدأت أرسم حاجات عن الطبيعة ومارست الرسم. وهذا الفكرة هي عبارة عن تخيلت يعني مناظر طبيعية. أنا غزة. في مدرسة الروضة بمارب التي التحق بها طالبا في الصف الأول الثانوي، يتمنى الأدبعي أن يجد تشجيعا لائقا لاستمرار موهبته الفنية التي يطمح في تنميتها وصقلها كثيرا إلى جانب دراسته حتى يتمكن من الوصول إلى حلمه وابتغاه. وعلى ذات منوال المواهب الفنية المبدعة سحر وندى طالبتان في مدرسة الأنصار للنازحين يعكفن على تجسيد شغفهن وموهبتهن الفنية في الرسم بما أتيح لديهن من إمكانات، حتى وإن لم يجدن حائطاً أو حيزاً مخصصاً لعرض أعمالهن الفنية والإبداعية. ألوان أو أوراق أبيض، يعني هو يكون الرسم الحلو بالألوان بالأوراق البيض، أما الأوراق اللي هم مخطرين مش حلو، بيكون بالألوان ألوان عدة، يكون لونها زاهي وبعضها باهت. كل اللي كنت أرسمه هو بنات بس، اللي كنت أرسمهني أول ما بدأت كنت بس أوجه بس أرسمها، كنت أشوفها شوية مخيفة ورجعت شوية وتعودت عليها وحبيتها. يعني موهبتي التطريز بدأت بكونت هذه من لي وحديدة داخلها وخرقة بيضاء وكبة ألوان من الكذب. وبرغم الواقع الذي يبدو محبطا كثيرا، إلا أن سحر وندى لم يحبطنا، بل قررنا الاستمرار في مهمة الإبداع والرسم وعرض أفكارهن الفنية على جدران فصولهن الدراسية، مع أمال وطموحات لكل واحدة منهن بأن تصبح موهبة فنية يشار إليها بالبنان. نقوم بالعديد من الأنشطة المدرسية التي تساعد الطالب على رفع معنوياته ورفع محصوله العلمي من خلال نشاط كرة القدم ونشاط الشطرنج ونشاط الاختراعات ونشاط الرسومات ونشاط كرة الطائرة. وأمس تم تكريم أبنائنا الطلاب. وبرغم الصعوبات التي تواجه هؤلاء الموهوبين الذين يحاولون نحت إبداعاتهم وصقل مواهبهم في واقع كالصخرة، إلا أنهم أكثر عزماً ومضياً على الاستمرار، ومعه يغدو تشجيعهم والأخذ بأيديهم مسؤولية الأسرة والمدرسة والمحيط معاً. لبرنامج أضواء، سهيل هادي الحربي. تكدس المخلفات والنفايات الصلبة في المنازل أو خارجها عوامل ومواطن مسببة لانتشار وتفشي مختلف الأوبئة والأمراض، والتهاون وعدم المسارعة في رفع هذه المخلفات والتعامل معها كخطر ناقل للأمراض يضاعف من مخاطرها وتأثيرها على صحة الإنسان وبيئته ومحيطه. ولتفادي هذا التلوث الذي يتساهل معه غالباً، يتطلب رفع المخلفات وإخراجها من المنازل أولاً بأول، فيما تأتي عقب ذلك مسؤولية الجهات المعنية برفعها من الأحياء والشوارع. مشاهدي الكرام، فلنتابع سوياً فقرة وعي. البيئة المحيطة بالإنسان تعد من صميم اختصاصه ومسؤوليته، كونها تؤثر على صحته ومعيشته وعائلته والمجتمع المحيط به. ومن هنا فإن تكدس المخلفات داخل المنزل أو خارجه من المخاطر المحرقة، كونها تجلب الأمراض وتتسبب في التلوث الهوائي، ناهيك عن تلوث الطعام والشراب. ويعد تكدس المخلفات في المنزل أو الشارع خطرا شائعا في جميع المناطق الحضرية المزدحمة، وعليه فإنه يتطلب وضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة مع تغطيتها بإحكام وأخذها في أقرب وقت إلى الصندوق في الشارع،
ومن ثم يأتي الدور على المعنيين في النظافة والتحسين. هناك سلوك مجتمعي قد ترتكبه الأسرة ويرتكبه أيضا المجتمع بشكل عام. الأسرة ترتكب أحيانا أخطاء فادحة بأنها تعطي المخلفات أو القمامة للأطفال الأصغر حيث لا يضعوها في مكانها المناسب أو في براميل القمامة، ومن ثم هذه النفايات أو المخلفات تعتبر مصدر يعني مزعج للمجتمع. فمثلا مخلفات العلاجات مثل الأبر، النيدلات أو العلاجات، هذه قد يكون لها عدوى مباشرة أو غير مباشرة قد تصل إلى المجتمع. أشياء أخرى مثل الفطائر أو الخمائر أو المعفنات أو المعجنات، هذه قد تكون سبب بكتيريا تجلب لنا كثير من الأمراض أو تنتشر بكثير من الأمراض. فنحن من خلال هذا السلوك الغير سوي من خلال المجتمع قد نضر أنفسنا بأنفسنا. وغير خاف أن أكوام النفايات تشجع على تكاثر البكتيريا والجراثيم والفيروسات التي تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة، وهذا ربما يأتي نتيجة عن عدم وعي الأسرة أو تكاثرها أو اللامبالاة، كذلك عدم قيام الجهات المعنية بواجبها في توعية المواطنين بالحفاظ على صحته وبيئته. أرى من وجهة نظري المتواضعة البسيطة أن تكون أولا المسؤولة هي الأم، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فكثير من أمهاتنا لا تجد حسن التصرف مع الأطفال أو حسن التصرف بما تبقى من نفايات الأسرة أو ما يزيد على حاجة الأسرة، فالأم التي تجيد أن تأتي بالمخلفات فتضعها في كيس ثم تحكم هذا الكيس ثم تصله إلى مكانه المناسب قد تقي كثير من الأمراض لأسرتها، لمجتمعها، لمن هو حولها. أولئك المؤثرين أو أولئك الناقدين أو أولئك الذين لا زالوا ينعقون خارج السبر، لماذا لا نتكلم عن بعض هذه التصرفات أو هذا السلوك بشكل يومي؟ أولئك الذين دائما ما نجدهم في تواصل في التواصل الاجتماعي، في أماكن القات، في أماكن المقل، في التجمعات المناسبة. كثير من نتحدث عن أمور خارج الصندوق، فلماذا لا نتحدث عن مثل هذه الأشياء التي تمسنا اليوم وتمس مجتمعنا وتمس أيضا شيء من أطفالنا أو من أطفالنا أو من أسرنا، ونحن نحتاج في هذا الوقت العصيب الذي يمر فيه البلد بكثير من المنغصات سواء من ماضيها البغيض أو حاضرها الأبغض، اليوم نحتاج إلى أن نلملم كثير من هذا الجراح، وهذه نقطة أو غيض من فيض ربما نصل إليها في أن نعالج مجتمعنا أو أن تصل صحة المجتمع نفسه إيش؟ صحة المجتمع من نفسه، صحة الناس للناس أو صحة الناس من الناس. هذا السلوك السوي رابد أن يشترك فيه الخطباء والوعاظ المرشدين. إجمالا فإن عملية رفع المخلفات والتخلص منها مسؤولية مشتركة مجتمعا وسلطة، في حين تبرز مسؤولية الجهات المعنية في تزويد الأحياء السكنية بصناديق النفايات وانتشار النفايات قبل أن تتراكم، وكل هذا من أجل خلق مجتمع أكثر وعيا بصحته وسلامة بيئته. وإلى هنا مشاهدي الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من أضواء سهيل، انتظرونا يوم الجمعة المقبل على نفس الموعد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.